حياكم الله حبايبي اخوتي. طبعا هذا البث تكملة للبث اللي كنا مسويه بالانستغرام باليوتيوب. تعليق المثبت شو؟ حياك الله حبيبي. مساكم الله بالخير. حياك حبيبي. السلام عليكم. سلام علي. نفس الشيء همي، صورتك ماكو، بس يلا بلكي شوي استعد النت. سلام عليكم، شلونكم يا بيت؟ تفضلوا تفضلوا، سدوا لنا الباب، خلي تبرد. الله والديك بالضيم، اقول لك بالقران. ها جاي اقرا انا. شو هاش تقرا اليوم؟ ذاك حق كتب الدينيه. بيها الخير بيها الخير. عصير سيد. يا الريشه، طبعا احنا راح نديها لاحمد، يستاهل بمناسبه الزواجه. خليها على راس مرتك. شنو الطرق يا عم؟ عاد قل لي. ازواج احنا زواجك ان شاء الله. نعامة شلونها وياك؟ جديات يعني. والله النعام موتني احمد بالقران، صار كبار. ايه مكلفه مو مكلفه؟ والله اني رفست الشغل وجو متابعين يشوفون شو اسمه، يشوفون الطيور. شرفك هاي التفاتح اللي طلع. لا احنا بيها بعد، هاي مفتوح الباب، احنا هواي يوميه تجينا خمسه سته وادم هيك يشوفون. وهاي المشكله انه القناه يحبون الدجاج الطيور. هذه قناه اي مال طيور، بس المفروض تنزلهم بالقناه الثانيه. لا القناة الثانية يا يصير محتوى تقديمي بس انا اقدمه، يعني شلون باستوديو نسويه المنوعات بالاحسن. لا احمد شوف، هو حتى المتابعين ما دام هسه موجودين ويفهمون السالفة. بالنسبة للقناة مالتنا هاي قاعد ننشر بها طيور، يعني هي اساسا هي منوعة للشغلات يعني الشغلات شلون اقول لكم، مثلا للشغلات البسيطة، مثلا شلون مثل رحنا صورنا حلقه عند ام حسن اللي هي سولفت لنا على البط مالها، مثلا السفرات مال صيد الطيور، مثلا يومياتنا ويا الحيوانات وتربيتهن ومحميه، فهي يعني قناه تجمع هاي السوالف. اما القناه الجديده اللي سويناها هاي راح تصير محتوى انا اقدمه، مثلا قصص او فت شغلات مثلا نتناولها احنا وياكم، انتم حابين تعرفونها واحنا نسولف بيها هيجي. بس يا ولد انا شوفوا الله بك. ها فاهمك انا، بس انا بس هدي سولف. ما دام جمعنا وجمعت خير والوادم قاعد باور، لان انا ما افتح بث دائما يعني اغلب الوقت اللي يصير عندي مال فراغ اطلع بيه للصيد. انت تسمع قاعده هسه انت فراغ الطيار، غيرت الطريق كله، غيرت الخريطه حلوه، الناس تحبك بدنا نشوفها. يعني هسه انت مجرد ما جيت لابس انا باليوتيوب قبل شويه، مش كنت تسوي بث باليوتيوب، بس دخلت انت بالتعليقات، انقلبت التعليقات كلها فرات. هذا شيء نفتخر به طبعا، لان احنا اول شيء اصدقائك. طبعا اي طبعا احمد، انا اشوف ما دام انت فتحت الموضوع خلي اعلق على هذا الموضوع. شوف اخوان، اكو محبه كبيره لك. شوف اخوان، هسه احنا شباب قناتي يعني لا باس بها، الحمد لله هواي ناس ومحبه وتتابع بشغف، بس تدرون انه اكثر الناس اللي موجودين بالقناه هم عوائل، يعني خلينا نسميها خلف الكواليس، اللي هو الانستغرام والبيج مال فيسبوك. لا تشوفون ايش قد ناس وبنات وعوائل، تخيلوا. وخلنا نسولف لكم سالفه، هسه ايش قد على البث، خلينا نسولف لكم، واللي يحب يسجل هاي خلي يسجلها. ها انا افتح لكم فيديو اللي حاب يسجله خلي يسجله. نختم بهاي السالفه حتى شني؟ نختم بهاي السالفه حتى شني؟ بعدها نعزل البث. فرات اكو شغله قبل ما تسولف. ليش قلت لك ليش قطعت السالفه مالتك؟ مو احنا بدنا نصور حلقه وانا محضر لك بها اسئله، فما اريد اني احترقن. لا ما سالفه، شو اسمه، سالفه حلوه يعني ما راح تخطر على بالك انت. سولف. شوف هسه انا بحكم عملي بقناتي مال تربيه الحيوانات، خلي نسميها هي محتوى متنوع، يعني حتى لا تدخلون على اللوجو مال القناه راح تكون انا كاتب المحتوى متنوع، يعني كل شيء ننزل به حسب شغف المحتوى، يعني وين ما شفت انا حلو المحتوى اصوره. المهم اي
دائما يتواصلون ويا البنات قلت لكم وعوائل، يعني اسئله شخصيه مو شخصيه على المجال مالي. بالمناسبه انا لا عندي حبيبه ولا عندي صاحبه ولا احب هاي السوالف نهائيا. المهم ان شاء الله على قريب اجي ادور حديقه، اي حديقه. اسمع، فدخلت بنيه من بغداد، هي كبيره بالعمر، فبدت يعني قالت فرات انا عندي مبلغ من المال، يعني مثلا هل قد هذا المبلغ وحابه ابدي بهذا المشروع اللي احتاجه من عندك بس مساعده، يعني مثلا جبت طيور صار به المرض انت تقول لي هيك وهيك. قلت لها ماكو مشكله، يعني انا دائما احب هيك، واكثر المتابعين يدرون انا يا ما مساعد ناس. طبعا البنيه ارمله، يعني زوجها متوفي وعدها اولاد وهاي. اي ذاك اليوم جابت قالت راح اشتري، قلت لها اشتري عرب بدايه تعلمي بيهن وبعدين اللي تردين تجيبينه جيبه. هي الظاهر عندها مبلغ قوي. دجاج عرب قصده. انا ما جاي في سمعك ولا افتهمك، خليني اكمل قصتي. اكمل. كمل. فبدت هي اشترت دجاج عرب اول بدايه، بعدها قالت راح اشتري في سيفس، اشترت انه بوز، اشترت كملت كل شيء. قالت فرات بعد انا احتاج فقاسه، قلت لها فقاسه ماكو مشكله، ولد من الناصريه صديقي راح اتصل لك عليه واشوف لك. اتصلت عليه قلت له، قال موجوده انا اسوي، سوى وداها الها لبغداد. قلت لها وصلت؟ قالت وصلت الفقاسه، خلي بيها هالقد بيق هالقد وفحصي وياها انا لمده تقريبا شهرين ثلاثه. هنا بعد الشهرين ثلاثه قلت لها بهاي الحاله تحتاجين خانات تسوين. طبعا انا قلت لها، قلت ايش عجب لحد الان انت ما متزوجه يعني؟ قالت فرات انا ما اريد اتزوج، اريد اربي اطفالي وبس. قلت لها خوش، هاي بارك الله بيش، يعني اكو بيهن بالعكس تذب اطفالها وتمشي. هاي المواضيع كلها اتطرق لها بالقناه الثانيه. ف لا انا اريد اربيهم ووصلتهم مرحله. قلت لها بارك الله بيش، وهي هاي المترجايه من الوادم، يعني هاي مال قبل بس هسه انفقدت للاسف، يعني الحمد لله والشكر. ف قلت لها شنو بنت؟ قالت عندي اكبر وحده واصله مرحله ثانيه تدرس طب صيدلة، حتى بوقتها على قد ما ساعدتها قالت فرات اقبحها واعطيك اياها، يعني بعد ما حصلنا هيك. قلت لها لا رحم الله والديك، شوي هاي حشايه التنقال احنا نقول. قلت لها تحتاجين خانات لانه راح يصير عندك تفقيس، فتحتاجين خانات حتى تتخلى بيها الافراخ. من بعد ما يصير عندك افراخ اللي قدرتي انت تبيعينهن تسوقينهن خيرا على خير، ما قدرتي انا راح انشر لك منشورات واقول للي يريد حلال من حلال فرات راح يلقاه عند فلانه بالمكان الفلاني ببغداد. ما اريد نذكر الاسم والمنطقه حتى يعني ما اريد السالفه او مثلا الشخص يوصل لها. قالت خوش. يوم ثاني راحت جابت حداد. راحت جابت حداد حتى بوكت اخذت لي الصوره قالت لي شوفه قاعد يشتغل. قلت لها تمام. هيك قياسات وسووا هاي. وكملي الاناره مالتهن. انقطعت اخبار البنيه، تقريبا انقطعت 6 7 اشهر بعد ما انا ما تواصلت وياها، يعني دامت السوالف 3 اشهر 4. اللي هناك ذكرت قلت انا يا جماعه شيني انا بالذات، خل اشوف المريه وين وصلت. والله خابرتها، قلت لها شنو الاخبار؟ قواك الله، الفروخ شلونهم؟ قالت والله الحمد لله، شلونك انت عرست؟ قلت لها يا عرست، بعد مقابل الدجاجات وقاعد. قلت له عوف العرس، انت ايش اخبارك؟ قالت اذا اقول لك ما تصدق وانت السبب. قلت انا يا دخيلك يا رب، انا السبب هسه؟ انا والله شنو هاي؟ على حسبالي مو خوش يعني. فهي قالت تدري انت بسببك انا تزوجت؟ قلت لها تحكين صدق؟ طبعا عمرها تقريبا 45 هيك. قلت لها شلون؟ قالت لما انت قلت لي ابني خانات رحت جبت نجار واجى اشتغل لي ومنها صارت القسمه. شفت شلون؟ سبحان الله. كانت رافضه قضيه الزواج وتزوجت، وهسه يمكن صار عندها طفل جديد وعدها هسه محميه يا احمد ما صايره ابد. يعني بس اذكر اسحب الصوره صورت لي اياها، وهسه اليوم هي اسم بغداد بس بدون ذكر. صارت يا انا عمي يا انا، هي عندها مساحه كبيره وعندها راس مال قوي، بس يعني صارت اسم هسه بغداد، هي اسم. وقالت انت السبب، وما قلت لها لا سبب انا ولا شيء. يا
يلا حبيبي تصبح على خير وان شاء الله ليله سعيده. وانت بالف خير اجمعين ان شاء الله. تصبحون على خير يا ولد، وعذرونا خاف طلعت معدنا حكايه مو حلوه. احنا نسولف لب قلوبتنا وهم نسولف وياكم. طايحت لك طايحت لك.